دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، كمان مباراة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم لكرة اليد والماتشات اللي كمان هتتلعب في الجولة 15 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء المصرية أعلنت أنه النهاردة الاثنين الموافق 23 يناير هو أول أيام شهر رجب لعام 1444 هجرية. النهاردة هيخوض منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد آخر مبارياته في الدور الرئيسي في بطولة العالم المقامة حالياً في بولندا والسويد بالنسخة اللي هتستمر حتى 29 يناير الجاري، وهتقام مباراة مصر والدنمارك الساعة 9:30 بالليل بتوقيت القاهرة. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة، هيلتقي أسوان مع الإسماعيلي الساعة 3:15، وفي نفس الوقت هيلتقي فاركو مع إمبي، وفي الخامسة مساء هيلتقي سيراميكا كيلوباترا مع طلائع الجيش، والساعة 7 هيلتقي الاتحاد السكندري مع حرس الحدود.